الاولمبيه كابتن حسن حمدي وبيحضروا معاه الخطيب ولجنه الكره والحكايه والروايه، بحس يبقى الامر في هذا الاطار. لكن بصفه عامه هذا الامر اغضب الكابتن محمود الخطيب وسوف يكون محل بحث ومناقشه. من الامور الثانيه اللي الملفات اللي يحسمها الكابتن محمود الخطيب هي الصفقات التي تم الاتفاق عليها من كابتن محمد فضل مع عدد من اللاعبين، وده مفترض يبقى في جلسه الاثنين او الثلاث. اللي ناقص في هذه الصفقات انه يدوس على الزرار ويفعل الاتفاقيات. ابرز الاتفاقيات التي تمت هي محمد محمود خلاص دخل صم من بدري وقلناه قبل كده واكدناه، الاهلي اعلنوا رسمي النهارده، وده دليل ان احنا لما بنقول لكم حاجه هنا بنبقى واثقين منها مليار في المية، مليار في المية. وصفقه حسين الشحات في الاهلي في يناير، حسين الشحات في الاهلي في يناير، ومحمد محمود خلاص ومحمود وحيد برضو في الاهلي في يناير اللي هو الباك ليفت بتاع المقص، يبقى بلا احمد الشيخ، يبقى بلا احمد الشيخ وصبري رحيل، هيتم التوصل الى اتفاق ما مع المحترم اللواء محمد عبد السلام. الاهلي مصمم على بناء فريق قوي في الانتقالات الشتويه من اجل المنافسه بقوه على البطوله الافريقيه والفوز بها والتي تنتهي 31 مايو، خاصه وان القائمه هتبقى 30 لاعب، فعندك قدره انك تستبدل لو عايز تستبدل الفرقه كلها استبدلها، ما بقاش في النظام بتاع استبدل ثلاثه واستبدل، لا لو عاوز تغير جلد الفرقه كلها غير بجانب الخمسه اللي هيتايدوا النهارده. كابتن محمد يوسف ادى فرصه لاحمد علاء عشان يتشاف، احمد علاء ما احنا مش مدفوع في 10 مليون جنيه عشان يتحط في الحضانه لحد ما يكبر، لا النهارده خد فرصه على حساب سليف كوليبالي. من ضمن الصفقات التي تم الاتفاق عليها وانهائها وده كان مفاجاه كبيره جدا 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 بالنسبه لي، محمود متولي وباهر المحمدي. محمود متولي وباهر المحمدي انهى التفاوض عليهم بشكل رسمي منذ الانتقالات الصيفيه وحتى الان الكابتن محمد فضل مع مسؤول كبير يمتلك القرار في النادي الاسماعيلي، مع مسؤول كبير يمتلك القرار في النادي الاسماعيلي ان هم يرتدوا الفانيلا الحمراء في الانتقالات الشتويه القادمه. اسوأ الظروف لاي سبب ممكن يبقى في حد منهم في الشتاء وحد منهم في نهايه الموسم، لكن الاثنين جايين الاستبن بتاعهم ياسر ابراهيم ومش عاوزين يخشوا في ياسر ابراهيم بتقل نظرا لمغالاه المهندس محمد فرج عامر في طلباته الماليه. طب هل في مشكله في الفلوس؟ مفيش مشكله في الفلوس. هيتم يعني حتى لو النادي الاسماعيلي بيغالف طلباته الماليه الاهلي هيدفع. الاهلي هيدفع. لانه محتاج باهر المحمدي ومحمود متولي واللعيبه موافقه ومخلصين كل حاجه. مفيش مشكله في الصفقه نهائيا الا ان الكابتن الخطيب يقول ادفعوا. يقول ادفعوا خلاص الموضوع خلص. ولن يستدعي الامر اي تدخل من اي جهه، خلاص فضل مخلص الاثنين لعيبه مع مسؤول يمتلك القرار في النادي الاسماعيلي. عمرو مرعي خارج حسابات الاهلي تماما، مش موجود في الصوره كمهاجم. عمرو مرعي مش موجود في الصوره. طاهر محمد طاهر زي ما قلت لكم امبارح في تمسك كبير بيه وهيجي الاهلي لو مش في الشتاء في نهايه الموسم. دول ابرز اللعيبه واي لاعب اخر مميز موجود في مصر. طبعا موضوع عمرو ورده الاهلي شغال فيه وشغال فيه تحديدا هيثم عرابي. عمرو ورده شغال فيه هيثم عرابي وهيثم عرابي هو اللي بيتواصل مع لاعبي منتخب مصر سواء الاولمبي او الكبار اللي موجودين خارج مصر للعوده. وخاصه تريزيجيه رافض يرجع، رمضان صبحي ما عندوش مشكله، مشكلته بس انه ياخد نفس اللي بياخده في انجلترا. هيطلع وكيله نادر رشاد يقول لك نادر شوقي يقول ما فيش كلام من ده، هقول له لا في كلام من ده والمفاوضات شغاله. النهارده النادي الاهلي لعب واحده من المباريات القويه امام نادي بتروجيت. حد هيجي يقول لي الاداء، هقول له ان الاهلي كسب بعد صيام 100 يوم او بعد 99 يوم، اول فوز بيتحقق، ده شيء طيب، الفرقه بتتعافى بتخرج من حاله الانكسار اللي هي حاسه بيها، لعيبه يعني خلاص بقى يعني تعبوا وزهقوا من حاله الانكسار اللي هم فيها وعاوزين يخرجوا من هذا المود باي شكل من الاشكال لاسعاد جماهيرهم، لان الفوز بيجيب فوز والهزيمه بتجيب هزيمه والخساره بتجيب خساره، وبالتالي عاوزين يكسبوا. النهارده الاهلي ما كسبش من ساعه ما كسب حرس الحدود في 24 اغسطس اللي فات بهدفي علي معلول وصلاح محسن. الجون خلاص درج المرز احمد الشيخ، كره خبطت فيه ودخلت، عمل لها متابعه ودخلت في الاخر. كويس ان كابتن محمد يوسف بيدفع ببعض الاوراق
اللي هي ما كانتش بتلعب. النهارده كريم ندفد اللي كل الناس كانت بتقطع فيه عامل شغل للمباراه الثالثه على التوالي في الباك رايت في ظل غياب احمد فتحي ومحمد هاني، وعنده حماس وعنده روح وعنده قلب. احمد علاء كويس انه لعب وياخد فرص في الفتره اللي جايه. حسام عاشور اصيب اصابه غريبه جدا من الميه او من الزحلقه اللي في اللوحه الاعلانيه اللي ورا، لاعب بتروجيت بريء تماما 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 من هذه الاصابه. لعب وليد سليمان النهارده عيد ميلاده، كل سنه وهو طيب وعاملين له كليب كده، وناصر ماهر واحمد الشيخ ووليد ازارو وهشام محمد عمل ماتش كويس، ولعب اسلام محارب وباسم علي النهارده نزل الملعب. طبعا اتخنق الراجل اتخنق من صدى من كتر قعده الدك. فريق بتروجيت عمل مباراه طيبه جدا جدا جدا، كان في ازمه سخيفه حوالين التيشيرت وقالوا لا الاهلي غير التيشيرت بتاعه ويلعب بتروجيت بالتيشيرت الفسفوري. طبعا النادي الاهلي لان كابتن سيد عبد الحفيظ حافظ لوائح ودارس لوائح وشارب لوائح، رفض جملة وتفصيلا الاهلي غير التيشيرت بتاعه، لان اللائحة بتقول لو في اي تعارض اللي هو النادي صاحب الارض هو اللي بيغير التيشيرت وليس النادي الضيف. وبالتالي كابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة صمم على ده وادى اللائحة للناس في نادي بتروجيت وللحكام عشان يعرفوا اللائحة بتقول ايه. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ على هامش هذه المباراة، طبعا كان في فنان الكبير فاروق الفيشاوي وكمال ابو ريه وعدد من الفنانين ممن هم خلف الكاميرات. طبعا الهدف ده اوف سايت وحامل رايه 10 على 10 10 على 10، كل الاستديوهات اجمعت انه تسلل واضح. كابتن محمد يوسف قال ان احنا هننافس على الدوري وجاهز لقرار الاداره. علي معلول باذن الله راجع بعد اسبوعين. احمد فتحي هيعمل اختبار عشان يرجع باذن الله. محمد شريف بيخضع هو الاخر للفحص الطبي، معرفش مستشفى الاهلي دي ما بتخلصش ليه. مؤمن زكريا النهارده لعب مع فريق الشباب وكان مع كابتن عادل عبد الرحمن في الباص ونشر الصوره بتاعته على موقعه او على صفحته. سيد عبد الحفيظ بيقوم فيها بدور المحقق كونان في مع صالح جمعه وبيراقب عشان يركز وعشان يرجع، وقال ان مكاسب الاهلي من هذه المباراه بالجمله اهمها الخروج من حاله الانكسارات والهزائم المتتاليه. كابتن مؤمن سليمان قال تأثرنا بالغيابات ولا نستحق الخسارة. ما عرفش فيش حد أبدا بيطلع يقولك احنا كنا وحشين ونستحق الهزيمة، كله بيقول لا نستحق الخسارة، لكن في الآخر فريق بتروجيت يملك حارس مرمى مميز جدا 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 هو الكابتن علي فرج اللي أول مرة بيلعب بعد غياب فترة طويلة وشال الفرقة، ومباراة يعني إيه الأجمل ما فيها الروح الرياضية اللي بين اللاعبين وبعضهم البعض، خايفين على بعض، عدم الاعتراض على الحكم. وليد ازارو بعيد شويتين النهارده عن التهديف او عن فورمته نظرا لغيابه في عده مباريات. سيد عبد الحفيظ كالعاده النهارده عمل فجر قضيه جديده. فجر ايه سيد عبد الحفيظ؟ هو معلم اعلام وكوره، حب يرمي ضحرك كده قنبله لتجيب الكلام وتعمل قلق وتخلي المنافس هو نادي الزمالك في موقف ارتباك. قال ايه؟ قالك ان في اربع حكام عفوا في اللفظ يعني بيديروا مباريات الزمالك، يعني هو عاوز يقول حكام ملاكي للزمالك. خلال المده القصيره اللي فاتت دي من المباريات كل واحد ادار له ماتشين. بينما جهاد جريشه ومحمود البنا ما بيديروش لنادي الزمالك اي مباريات خالص خالص خالص. بناء على رغبه إدارة النادي. فبالتالي قال إن ده ما ينفعش ويجب إن الحكام الكبار، طبعا يعني وارد إن يبقى محمود البنا وجهاد جريشة هقولها كده يعني وشهم مش حلو على الزمالك. حتى المباراة الوحيدة اللي خسرها الزمالك السنة دي كانت من نجوم قدام نجوم المستقبل كان كابتن جهاد جريشة الحكم، ومباراة ما فيهاش أي أخطاء تحكيمية. لكن رئيس النادي بيتشاق أو المسؤولين في النادي ما بيحبهمش أو شايفين إنه ما بيتحاملوا عليهم، فطلبوا إن الاتنين دول ما يحكموش نادي الزمالك. بس كابتن سيد عبد الحفيظ بقى قال لك ايه؟ قال لك ده ما في حكام بيحكموا لهم ماتشات ايه كتير، كل واحد خد له ماتشين واحنا لسه في البدايه، اشمعنى دول وما يبقوا كده واشمعنى اخرين ما يحكموش؟ قال ايه كابتن سيد؟ قال ان في امين عمر حكم ماتشين للزمالك، الزمالك وبتروجيت والزمالك والمقاولين. وابراهيم نور الدين حكم ماتشين للزمالك، الزمالك والاتحاد بتاع الخمسه.
والزمالك والجونه.